براك براك شوفي خير. انت معقول تضلي فوق راسي؟ اوف خفلت وما حسيت على حالي. قلي انت متحمل؟ يعني قصدي الوجع تبعك متحمله؟ ايه متحمله. انت لا تخافي، يلا قومي نمشي من هون بلا ما حدا يشوفنا هلا ويفهمنا غلط. يلا لشوف يلا طلع يلا 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 يا باشا. لطاهر ليش ما أكلتوا لكم شي لقمة؟ كنتوا كلوا بعدين روحوا جيبوا الغراض. اليوم عنا شغل كتير لأنه مناكل برا إذا جعنا. يلا مرتاحي خاطري. الله معكم، انتبهوا على حالكم. صباح الخير. صباح النور فاتح، تفضل. شو ابني مالك أكل من يومين؟ عم أهلك شوي شوي، شو صاير لك؟ أمي في عنا شغل. آسية استعجلي يلا. ليه استعجل؟ شو هالسؤال؟ بدنا نروح على الدكتور. حابب شوف ابني. فاتح برك من عندك. تفضل أخي. وينه أخوك، لساته نايم؟ لا هو طلع. لوين؟ ما بعرف، بس قال إنه في عنده شغل. بالله جد؟ منيح. أنت كمان الحقه، بتضلوا فوق راس الشغيلة، بخلص وبيجي لعندكم. طيب أمرك. لك ابني شبك على الأقل خد لك نفس، بلا ما تختنق وتموت. أمي مو هيك بتكون الأمومة من عند الصبح، بعدين في أم بتفول بالموت على ابنها؟ أستغفر الله. عادي هي بتعملها. أنا صار لازم أقوم لجهز حالي. يلا استعجلي. بسم الله. يلا. على مهلك. يا بنت على مهلك عم أقول. يلا يا سبع لشوف، ارجع على ورا وحط حزامك يلا. يلا لشوف. برافو عليك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.